قدمت دار فالنتينو للأزياء مجموعتها الرجالية الجديدة للربيع والصيف المقبلين. مجموعة استوحى مصممها بيير باولو بيتشولي فكرة العرض من أهمية السفر للتعرف على ثقافة الآخر، ليس السفر الجسدي فحسب، إنما أيضا السفر الذهني لتجاوز الحدود، موسعا فرصة عالم من الخيال. وجسد ذلك في قطع طبعت عليها علامات وشارات ثقافات مختلفة. عرض رائع، أحببت الألوان وسوف أرتدي الكثير من قطع المجموعة هذه في مناسباتي المستقبلية. تناسقت الخطوط ومزجت الألوان متدرجة من زاهية إلى باهتة، إذ شهد البرتقالي والأزرق الفاتح وكذلك البيج والأخضر والأسود الكلاسيكي، كما عرضت قطع عصرية مستوحاة من قصات الجلباب العربي والقفطان المغربي. مجموعة راقية وحقا جميلة، أحببت ألوان العرض لهذا الموسم. أكسسوارات عدة زينت قطع المجموعة الرجالية لدار فالنتينو للموسم القادم، كالقلادات الإفريقية والحقائب الأوروبية والقبعات الآسيوية لتذكر المجموعة بتعدد الأعراق. أحببت طريقة مزج الفن في قطع الأزياء، كما أحببت القطع الفضفاضة سهلة الارتداء. الطبعات والألوان اختلطت في مجموعة الرجالية لهذه الدار هذا الموسم، فشباب اليوم يجمعهم حب السفر والترحال واكتشاف أزياء بعضهم البعض من خلال الأقمشة التقليدية. من عرض أزياء دار فالنتينو الرجالي، ليث بزاري، العربية، باريس.